ستذا قال لك المصابون بالصداع النصفي ذكاء حاد. ما عم باك رياض. ايش بدك؟ بليز نحبها كتب دوم. بيك راسك وجعها؟ شوية وبر. كنت مثلا راسك وجعها، علاش حس ما علاش علاش راسي وجع؟ تفهمش يا أخي؟ مانيش فاهمش بيني وليتك. فاهمينك وحاسين بيك. نحب نمشي بسيكياتر. لطفاً يا ولدي. مالك شي نعم طلل تسفرت كندا على ربي. على شنو؟ على القراية غادي. وكيفاه الفلوس؟ قلت نبيعوا الكرم. ما عادش تصلح لنا كان حسن. صباح الخير بابا. صباح الخير. وينو؟ هز كل شيء، ما خلى حتى حاجة. حتى البيسة هز، الدنيا كل هزة. أنا ليش قلت له المرة الأولى عندك ديبريسيون؟ ما قلتلوش عنده ديبريسيون. أنا ليش كذب علينا؟ بعد كرهبة. فيش تحكي. شنو هو تو؟ تحب نكات في إيديا؟ سامي مش نروح بيه. ولدي غادي ما نجب بتسال بعض الكل. انت هون مشان ابنك؟ ايه ولدي كل شيء في حياتي.